بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آيات كثيرة أودع الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض وسخرها لنا لنكتشفها ولنزداد إيمانا ويقينا بهذا الخالق العظيم، ولتكون وسيلة نرى من خلالها قدرة الله في كونه، قدرة الله سبحانه وتعالى لنكون من الموقنين. وفي الأرض آيات للموقنين، في خلق الأرض نفسها، يعني في الأرض، واش في الأرض نفسها؟ يعني هذه الكلمة الأرض عندها معاني كثيرة. وفي الأرض آيات للموقنين، واش في الأرض ككوكب كيف تصنع، أو في المطابقة ديال الأرض مع المتطلبات ديال الحياة الإنسان، أو كل ما خلق الله على هذا الأرض من العجائب، من الطيور، من الدواب، من المسائل، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها ومعنا معرضون، يعني عندها معاني كثيرة. وحنا الآن غادي نطرقوا الأرض ككوكب. والقرآن يشير في كثير من الآيات إلى أشياء في هذا الكون، السماوات والأرض والجبال، البحار، المطر، رعد البرق. وتأتي هذه الآيات كلها في مقام ياش، في مقام الاستدلال على قدرة الله تعالى المبدع. تأتي لتبين أن الله تعالى الذي أبدع هذا الكون قادر على إفنائه وعلى خلقه وإنشائه من جديد، ومنها وفي الأرض آيات للموقنين. والأرض تريد في القرآن بمعاني ثلاث. الأرض في المقابل ديال السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، أولا القمر ولا النجوم، فتكون في هذا اللفظ الأرض هي الكوكب. والأرض تجي كذلك كغلاف صخري اللي تنعيش عليه الأرض، وتجي كذلك كالتربة التي تنبت تلك النباتات. وسنحاول إن شاء الله أن نشير إلى بعض آيات الله في إبداع الأرض بأبعادها الثلاث: الكوكب، والغلاف الصخري، والتربة التي تكسو ذلك الغلاف. ولا يدرك ذلك إلا الموقنون الذين اطمأنت قلوبهم بإيمان، الذين آمنوا بأن هذا الكون لا يمكن أن يوجد نفسه بنفسه، ولا يمكن أن يكون يعني غير صدفة، بحال التي يقول الملاحدة والحب التي يقول كثير من الغربيين اللي ما عطاهمش الله الإيمان. والله سبحانه أعطانا جميع الوسائل الآن باش نعرفوا القدرة ديالو. قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وما هم معرضون. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الروم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقول أحد الحكماء: الكون كله ما هو إلا واحد شرجب، واحد نافذة اللي تطلل منها الإنسان لاش ينظر فيها يدا بديع صنع الله مباشرة. والآن غادي نطرقوا الأرض. شنو هي الأرض اللي ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، والتي فيها من الآيات ما يشهد على وجود الله تعالى وعلى وحدانيته وهذا الخالق العظيم في الأرض ديالنا؟ هي واحد الكوكب اللي من المجموعة الشمسية، بحال اللي ضرنا في الحلقة اللي مضت. الشمس ككل سيدور حولها واحد 8 ديال الكواكب، ومن ضمن هاد الكواكب كاين الارض ديالنا، ماشي كاين فينوس، ميركيو الى اخره. وشنو هي الارض؟ الارض هي كره تتعمل القطر ديالها ديامتر، يعني من هنا ل 12800 كيلومتر. الى جيتي تشوف الحزام ديالها في الوسط ديالها 40000 كيلومتر، الشعاع ديالها 6400 كيلومتر. وهي شنو هي؟ تتوزن
واحد 6 المليون ديال المليون ديال المليون ديال الاطنان، وهي غير في الفضاء، ما معلقه، ما واقفه على عصا، ما معلقه بواحد الطوال ولا شي حاجه، وتسبح في حول الشمس. هي تدور حول نفسها، تدور حول نفسها بواحد السرعه ديال تقريبا 30 كيلومتر في الدقيقه، تدور ليلا ونهارا. وفي نفس الوقت اللي الارض تدور حول نفسها، تدور حول الشمس بالسرعه ديال 30 كيلومتر في الثانيه. والشمس، المجموعه الشمسيه، هاد الارض اللي تدور على نفسها اللي حنا عليها، والشمس بنفسها اللي تندور عليها، كل شيء تيجري بواحد السرعه فائقه. تنتبعوا الشمس وهي غاديه من هنا، السرعه ديالها من هنا لمراكش في ثانيه، يعني 200 تقريبا 30 كيلومتر في ثانيه واحده. وهاد ثلاثه الحركات يعني في نفس الوقت، وعادي حركات اخرين اللي ما غادي ندخلوش بهم في التفاصيل. وبطبيعه الحال هاد الارض في الوقت اللي تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، وكل شيء تيجي بواحد السرعه فائقه، عليها مياه، عليها بحار، عليها بني ادم، عليها الحيوانات، عليها الجبال، وهذا الشيء، وعليها ناطحات السحاب. هذا الشيء كله ما تيطيحش، حنا ما تنحسو حتى بحاجه، الله تعالى جعلنا ما تنحسو حتى بحاجه، كاننا جالسين على شي حاجه اللي ما تتهز ما والو. شكون هو اللي علقها؟ شكون هو اللي عطاها هذا ستابيليتي؟ شكون هو اللي عطاها هذا التركيز؟ وماشي غير اليوم، هذه 4 المليار و550 مليون سنه ويا على هذا، والله سبحانه وتعالى. واحد القضيه مهمه جدا هو ان الارض ماشي جات عموديه في المحور ديالها، جات مايله، مايله ب 23.5 دوغري. علاش؟ هاد الميلان يعني ايه من ايات الله، يعني لو كان ما كانش هاد الميلان، لو كان ما كانش، ما يكونش عندنا الفصول، ما يكونش عندنا الصيف والبرد وايام الربيع والخريف ابدا. وشنو غادي يوقع لو كان ما كانش هاد، بحال لا خدين الارضيه هادي عموديه هي بكوره، غادي يكون في لي بول ديالها، يعني في القطبان ديالها، عمر الشمس ما غاتوصل، ديما جامدين. وغادي يكون كان ما كانش مايله، غادي يكون هاد الوسط ديالها اللي هو خط الاستواء او الاكواتور، دائما في الشمس، وغتكون فيه واحد الحراره مفرطه بحيث ما تصلحش العيشه فوق منها. وكما قلت، هاد الميلان ب 23.5 دوغري بالضبط، يعني ايه من ايات الله، لانه هو اللي تيسمح الضوء يوصل للقطبان. عندنا الوقت واحد العدد المسائل. وكاين واحد القضيه مهمه جدا، وان الارض بتكونت ومالت، فالميلان ديالها يعني توا خصنا نفسرو، لان جات واحد الكوميت ضربت الارض الى اخره. من دي بدات تدور، ما كانتش تدور معوضه، كانت تدور بحال داك تريمو. وشكون هو اللي عوض لها هذا الدوران؟ ما طاحتش كلها ولا وقفت، اللي عوضها هي القمر، القمر، بحيث القمر عنده واحد اهميه كبيره جدا في الاستابيليتي، يعني في التوازن ديال الارض ديالنا. الله سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى. والارض تدور على الشمس، تدور في واحد الشكل بيضاوي بحال بيضه، يعني لبس، يعني وتتبعد على الشمس طبيعه الحال، قلنا 150 مليون كيلومتر. وغير باش نشوفوا من الابداع الله سبحانه وتعالى، لو كانت هذه الارض قربت بشويه الشمس، غير شويه 1%، وكان كنا تحرقنا، والمياه في البحر ما تبقاش، والمياه كلها غادي تبخر. ولو كان ابتعدنا بواحد شويه، واحد 1%، لو كان البحار كلها تجمد وحنا نجمدوا معاها وما يمكنناش نعيشوا فيها. لو كان كانت الكتله ديال الارض، يعني الوزن ديال الارض، كان شويه اكبر من هذا الحجم ديالها، لو كان الجاذبية ديالها اكثر، اولا غادي يصعب علينا حنا باش نخلفو، باش نتهزو، باش نهزو، اجي تهزي الطنجره من العافيه، خصك اللي يعاونك باش نتينا تخلف. وكانت كبر، وشنو غادي يوقع؟ حتى الغلاف الجوي اللي هو اساسي، وغادي ندخلو في التفاصيل ان شاء الله اليوم فيه، لو كانت الارض كبر ولا جاذبيه اكثر،
ما غادي يكونش المناخ مناسب للعيشة ديالنا فيها، والعكس بالعكس، بحيث لو كانت الأرض شوية قل كان احنا تنتهزو تنطيرو بحال اللي في قلب الماء تنخلفو، ولو كان كذلك الاتموسفير او الجو تبخر طلع الفوق وما غادي يمكن. كاين يلا الحجم اللي كاين عند الان هو اللي ملائم، كل شيء عنده بمقدار. ولو كان الشمس زادت في السرعه ديالها يعني حول الشمس تزيد غير شويه، اش غادي يوقع لها؟ ما تبقاش في لوربيت ديالها، ما تبقاش في الفلك ديالها، تقول الله تعالى وكل في فلك يسبحون، ما غاتبقاش. وكان شويه زادت على هذه السرعه غادي تهرب على الشمس وغادي تمشي في الفضاء اللانهائي وتموت بطبيعه الحال. ولو كان قلت غير شويه ديال هذه السرعه على الشمس، اش غادي يوقع؟ غادي تعمل هكاكا وتقرب وتطيح على الشمس وغادي نتحرقوا وما نكونوش موجودين. كاينه سرعه وحده هي السرعه ديالها الدابه، هي اللي تيمكن لها تخليها في التوازن. وقلنا ان القطر ديالها الشعاع 6400 كيلومتر، اعمق بير اللي وصل له البشر كبشر بالالات اللي موجودين وكذا كذا، وصلنا تقريبا 10 كيلومتر. وإلا بغينا نحفروا اكثر من 10 كيلومتر واخا نصلحو كيما صلحنا الحديد ولا اللي اكثر من الحديد تيدوب، ما كناش لان علاش كاين السخونيه اللي غادي تذوب الحديد. يا معشر الجن والانس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اذا الانسان ما تيمكنلوش يخترق هذه الكره الارضيه اللي تنعيش عليها، لان ما عندناش الامكانيات وخلق الانسان ضعيفا. وهذه الارض العمر ديالها 4 مليار و550 مليون سنه. وغير باش نفكروا شويه، غير التدبر والتفكر، شحال تتعيش انتين وشحال تتعيش انتين وشحال تنعيش انا؟ تنعيشوا 60 70 عام 80، شنو هي 80 عام بالمقارنه مع 4 مليار و550 مليون سنة؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ولما خلق الله هذا الخلق على مراحل متطوره، يعني يمكننا نتسالوا علاش؟ علاش ياك الله تعالى يمكن له في لحظه يخلق الارض؟ يعني في رمشات عين خلق، يعني بلا هذه المراحل يقول الشيء يكون فيكون. هو سبحانه وتعالى اللي تيملك الزمان وتيملك المكان وكل شيء بالامر ديالو. الا جينا نتفكروا وندبروا تنصبوا ان هذا الخلق اللي دار على مراحل متدرجه هو باش يسمح للانسان اللي هو انتين وانتين وانا بالقدره ديال العقل اللي عطانا الله سبحانه وتعالى محدوده، وبقدره الحواس اللي عطانا اللي محدوده، باش نفهموا سنن الله في خلقه بشويه بشويه. بحال الباكره ما يمكنش تهز دلاحه كلها وتدخل، خاصك تعدى طرف طرف. هذه سنه الله في خلقه، كل حاجه تدريجيه بشويه بشويه. فتيوظف خصنا نوظفوا هذا الشيء عطانا الله تعالى هذا الشيء باش نتعلموا من هذا الشيء اللي عمل، ونوظفوه في عماره الحياه وفي القيام بواجبات استخلافه لنا في الارض. وهذه الارض ماهيش مصوبه، الا جينا نشوفوا كره تيجيبنا ربي غير كره صمه بحال شي كره ديال بحال شي حجره ديال التيمم، لا ماشي هي. هي مصوبه بواحد العدد ديال لي كوش ديال النطق ولا النطق نطق ليكوش. وهي ماشي كرة صماء، هذه مهمة جدا باش نعرفوها. والأرض ديالنا اللي تنعيشوا فيها صخرية، الغلاف ديالو كله بالصخور بحال الحجر، وهاد بحال هي بحال الوراق ديال البصلة. وغادي نصيبوا هاد التالي تتسمى القشر الصخري بالفرنساوية لا كروت تيغاستر ولا ليكورس، هادي هي اللي على برا بحال شديتي شي ليمونة، حنا عايشين على القشرة ديال الليمونه.
وإلا جيتي تشوف شحال الغلط ديال ديك القشرة اللي حنا عايشين فيها، هي تتبدل على حسب واش حنا تحت البحر ولا على الأرض. إلا جينا نهبطوا تحت البحر تنوصلوا للأرض ديال البحر، البحر داك الماء ديال البحر نازل على قشرة اللي هي شوية رق من الفوق، اللي هي ما بين 5 كيلومتر و 8 كيلومتر، ولكن هي رقيقة، ولكن المادة مناش مصوبة مختلفة، يعني مصوبة بشي مسائل اللي يمكن لها تحمل داك الوزن ديال البحار. ولكن ملي تنطلعوا القارات، الارض اللي نازلين عليها، داك القشره اللي مولا اللي جالسين عليها، تطلع وتهبط على حسب. الا كنا تحت الجبال القشره تتعمل 70 الكيلومتر ديال الغلط، ولكن في غالب الاحيان يعني الغلط ديالها المتوسط تتراوح ما بين 35 و 40 كيلومتر. هادشي دابا هي القشرة علاش جالسين. أما المادة اللي تتكون منها القارات تتكون خف من داك المادة اللي مصوبة بها اللي تحت البحار. وإلا جينا نجمع الكتلة اللي تحت الجبال، واللي قلنا الجبال على 70 كيلومتر علاش منزلين ديال الغلط ديال القشرة، واللي تحت القارات اللي هي 35 حتى 40، إلا جمعنا هذه كلها تتساوي الكتلة اللي تحت البحار، لأن هذيك اللي تحت البحار ثقيلة بزاف. وهاد القشرة الصخرية في التكوين ديالها كيف تصوبت، والله معجزة إلهية للإنسان يسجد أمامها. فهي أولا هاد القشرة اللي جالسين عليها تتحميك وتتحميك انتين وتتحميني أنا من أجل حميانا من جهنم، لأن احنا جالسين على جهنم الأرض، يعني واحد الحرارة مفرطه ملي غادي نهبطوا تحت الارض. الا زينا هبطنا تحت هذا الشيء غادي نصيب واحد الحراره في الاول اللي تكون تقريبا 1000 دوغري. عرفتي شنو 1000 دوغري؟ الا زيتي طرف الحديد ودوزتي تيدوب، تنشوفوها عند الحراره بعض المرات تخرج على طريق البراكين لي فولكان، لان فعلا القشره الصخريه هي اللي فوق منها تتحمينا من هذا الشيء. وهذه الحراره ما جايه واحد العدد المسائل، منها طبيعه الحال غادي نشوفوا من النواه اللي جايه من الارض، ومن لي غزالي مو غاديو اكتيف، يعني هناك مواد فيها الشعاع غاديو اكتيف ديال النووي اللي في كل وقت كل وقت تنتج الحراره. هذه القشره الاولى ديال الليمون ولا نقولوا ديال البصله، وهذه القشره هي اللي من بعدها بدي غنهبطوا شويه غنصيبوا قشره واحده اخرى تتسمى بالوشاح الارضي. سنعمل شويه ديال المجهود باش نصيب لو تيرم اون اراب، تيسميو الوشاح. وكاين واحد الفاصل تتفصل عنه بفواصل محدده واضحه، العلماء استطاعوا يشوفوا هذا الشيء باش غتقول لي ما هبطناش لارضنا. ولكن عندنا بحال تمشي عند الطبيب تيعمل لك ليكوغرافي، الان ليكوغرافي تتبين لك الجنين في الكرش واش منخرو كبير ولا صغير، واش عينو. اذا كاين وسائل تتسمى استقبال موجات الزلازل اللي تنشوفوا بها شنو كاين في وسط الارض. اذا غنبقاو هابطين بحال داك القشور ديال البصله، ثم تليها طبقه اخرى صحيحه صلبه تتسمى الجزء العلوي من الوشاح، وتتكون هذه مع القشره ديال الارض ما يسمى بالغلاف الصخري للارض. ولي بيسور ديالو الى هبطنا، حنا هابطين غادي الاول ديالو غادي يكون 70 كيلومتر تحت الارض، ولكن تيمتد حتى ل 150 كيلومتر تحت الارض وتحت البحار وتحت القارات. وهذا هو الاطار الصخري للارض واللي تيلعب واحد الدور هام جدا في تحديد الثورات الارضيه وفي تكوين السلاسل الجبليه وفي تلقي الصدمات الزلزاليه. والا كنا حنا تنحسو بالزلزال كل، لان السلازل ما تطلقهاش، ولكن الله تعالى عاملنا بحال ديزامورتيسور، وحتى الثروات البركانيه اللي تتنفجر في كل لحظه واحده. ومن بعد هاد القشره عاوتاني اللي من بعد تيجي هاد الغلاف الصخري، كاينه واحد الطبقه تنسميوها لاكوش، بحال لاكوش فيسكوز، يعني هي كاينه واحد الطبقه ماشي صحيحه ماشي صلبه، جات ثقيله بحال الغيس بحال العسل، ما هي شما وما هي صحيحه، انه الكوش فيسكوز تسمى طبقه الضعف الارضي. والسمك ديالها يعني ليبيسور ديالها
حنا هابطين هابطين هابطين، غادي نبداو الاول ديالها 250 كيلومتر تحت الارض، والجهه الاخرى 350 كيلومتر تحت الارض. وعندها واحد الدور مهم، لان الغلاف الصخري الارض عندنا تيتحرك، هذيك لي كوش حنا جالسين عليها، حنا جالسين بحال شي جالس على شي خشبه فوق البحر، تتمشي تعبيها المواج. وهاد الطبخه هي اللي تتنبثق منها الفورات البركانيه، وتتزود الطبقات الاخرى العليا بالخيرات، لان الله تعالى جعل واحد العدد ديال المكونات تحت الارض، وساعه ساعه تنفجر البراكين، تعطونا المنغنيز، وعطينا البوتاسيوم، وعطينا بعض مارس الذهب الى اخره، المسائل ديال تخرج من تحت الارض. ويليها الطبقه جوج ديال لي كوش، عاوتاني جوج ديال جزئان من الوشاح، كاين الوشاح الاوسط والداخلي، وعندو لي بيسور ديالو 2900 كيلومتر، ويوجد في حرارة مفرطة ما بين 2000 دوغري حتى 4000 دوغري ديال الحرارة، بحيث لا قدر الله هاد الحرارة ماشي بدي تدخل الحديد يدوب، غير تقرب يدوب. ومن تما حنا وصلنا للوسط، حنا هابطين هابطين هابطين، غادي نوصلو وغادي نصيبو اللب ديال الأرض. بحال هبطتي بشي افوكا، داك الافوكا بقيتي هابط هابط تسيب داك العظم ديال الافوكا، ولكن هاد العظم ديال الارض ماشي بحال الافوكا، مكون بجوج ديال الطبقات. سبحان الله، اولا داك العظم اللي قاصح مدور بواحد الغشاء سائل يعني ما، ولكن حتى تزيد تهبط حتى تصيب داك العظم الوسطاني اللي كله حديد. و سبحان الله، يعني تنشوفوا هذا الشيء، الانسان ما يمكن له الا يسجد لله سبحانه وتعالى. اولا هذاك النويو، يعني هذاك العظم اللي في الوسط الكل اللي كله حديد صحيح، ما يمكن له يكون الا صحيح، لان الضغط ديال الارض اللي منزل عليه الملايين ديال المرات ديال الضغط اللي تنعرفوه هنا على وجه الارض، وهو اللي شد الارض يعني الصحيحه منها. واما هذاك اللي من بعده حتى هو حديد ولكن دايب، وهذا هذا الذوبان شنو هو التاثير ديالو؟ جعل الله سبحانه وتعالى واحد الخاصيه في الفيزياء، هو ان الى شديتي واحد الموصل كهربائي، حديد او نيكل او ذهب او الومنيوم، وكان سخون وتيدور يدور 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 يدور، تنتج عليه واحد الحقل المغناطيسي. اذا الارض جعلها الله سبحانه وتعالى في نفس الوقت اللي العظم ديال النويو الاول المحور كله صحيح، اللي فوق منه سايل تيدور باش يعطينا الحقل المغناطيسي. ولو ما كانش هذا الحقل المغناطيسي، ما تكون لا تين ولا انا الان باش نتذكره. صنع الله الذي اتقن كل شيء. وهذا يعني هاد الغشاء ديال الارض تساعد اون ميم طون تخلي الحراره لتم مسجونه، بحال داك التيرموس اللي تستعمل فيه الماء سخون، وكل جناب ديالو خاويه باش الماء باش السخونيه ما تمشيش، لان نهار تكونت الارض السخونيه كانت تقريبا 6000 دوغري بحال وجه الشمس اللي كاينه اللي على سطح الشمس، وباش تبقى الحراره بعد المليار ونص وهي سخونه، يعني خاص يكون واحد الهندسه مثاليه، وغادي نشوفوا هادشي ان شاء الله بعد. ولكن كما قلنا هذا التركيب تنتج عليه الحقل المغناطيسي، ويمكننا نتساءلوا الان منين جا هذا الحديد؟ هذا الحديد اللي في الارض منين جا؟ لان ملي تنبحثوا في المجموعه الشمسيه كلها ككل، تنصيبوا ما كاينش الحديد، الشمس ما فيهاش الحديد، الشمس فيها الهيدروجين تضغط مع راسو تيعطي الهيليوم وخدام في العمليه النوويه، ما كاينش الحديد في المجموعه، ما كاينش نهائي في المجموعه الشمسيه. ولكن من الرحمه ديالو سبحانه وتعالى ومن المنه ديالو، وهذا يعني سبحانه وتعالى الله تعالى تيعطف على هذا الانسان، عطانا المعلومات، عطانا هذا المخيخ باش نطلعوا به ونشوفوا شنو. وتبين العلماء من دي بداو تيبحثوا تيحلوا الاشعه اللي جايه من الفضاء، ان الكون كله اساسيا باش بدا بالهيدروجين فقط، غاز، هذا الغاز،
وهذا والهيدروجين هو العنصر الاول اللي صنع اعرفوا الانسان، ده هو الاول في الجود ديال العناصر، داك لا طاب دي زيليمون دو مندليف. اول حاجه كاين هو الهيدروجين، والهيدروجين تينضم مع راسو في ظروف معينه تيعطينا ما هو اكبر منه اللي هو الهيليوم، والهيليوم هو الشمس، الشمس كلها تتحرق، هو العنصر الثاني في لا طاب ديال لي زيليمون. وهاد جوج الغازات اللي هما الهيدروجين والهيليوم وحدهم إذا جمعتي الكتلة ديال الكون تيكونوا 98% ديال الكون، هي جوج الغازات. والباقي العناصر اللي هما أكثر من 100 ما تيمثلوا إلا 2% من مادة الكون. وصابوا العلماء أن العناصر كلها تتكون بالاندماج النووي، يعني لا ملي تيبدا الهيدروجين تيعطي الهيليوم وتسينا غادي وتيتعقد يتعقد تيبدا يعطي مواد ويعطي الكربون ويعطي ويعطي. وجدوا ان ما يمكنش الحديد يتصنع في شي محل بحال الشمس، لان الشمس صغيره، يعني واخا كبيره اكبر من الارض مليون و 300 الف مره، الشمس تبقى صغيره، تبقى نجمه غير ديال بحال الحراقيه حدا الكون. خاصها تكون في شي نجوم اللي الحراره ديالها تطلع 3 مليار ديال الدوغري، تيتسموا لي نوفا اللي سوبر نوفا. والله تعالى خلق هاد النجوم في الاول قبل ما يخلق المجموعه الشمسيه وقبل ما يخلق الارض، والنجوم مسخرات بامره قبل ما تكون مسخره، لان هاد النجوم هي اللي غادي تصنع جميع المواد ومنها الحديد. وهاد النجوم السوبر نوفا والنوفا تيبدا يصنع تيكمل ديال الحديد هذا، واحد الوقت داك الحديد تيتقل على النجمه والنجمه تتفرقع، تتفرقع تتصيف داك الطروفه ديال الحديد في الفضاء الكوني، وتيلتقطوها الاجرام اللي عندهم جاذبيه، كلهم عندهم جاذبيه، منهم الارض ديالنا التقطت الحديد اللي جا من النجوم لي سوبر نوفا ولا نوفا. ومن ديجا الحديد كان سخون 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 وتخلط مع الارض اللي كانت بدات غير بالتراب، بدات بحال داكشي لا بول دو نيج تخبط سميتو ولا تكون تتعجن الخبز تتبدا بوحدها تتدورو وتطلع مع الطحين ويكبر ويكبر، او لا بوسيير بدا جبدت الجاذبيه جبدت الحديد. والحديد كاين اللي دخل هو صحيح وكاين اللي دايب، شتي وقع جاتكو هاد المواد بحال خبطتي واحد الكاس وكبيتي فيه شويه ديال الزيت شويه ديال العسل شويه ديال الزوق شويه ديال الماء، واحد الوقت غادي يوقعوا دي كوش على حسب الكثافه على دونسيتي، شكون هو اللي تيهبط لتحت الكل هو الحديد. اذا الحديد الصم هبط هو الاول وكان سخون وتزادت عليه المواد اللي كانت تعطي المفاعلات النوويه في الارض، وتكونت فوق منها هذيك لا كوش ديال الحديد اللي هي دايبه واللي غادي تعطينا لي شو مانيتيك اللي هما اساسيين للكون. اذا هكذا باش هذا. وفي التالي شنو وقع؟ تكونت الارض كما قلت لك، الكاس فيه الزيت والعسل والماء والزوق الى اخره، الارض سطحو عندها 7 ديال الطبقات. وقد يكون ما نبغيش نجزم بصفه هذا، ولكن على ما يفهم العقل ديالنا نلقى الله سبحانه وتعالى، الله الذي خلق 7 سماوات قال ومن الأرض مثلهن، يعني عاود يقول 7 سماوات طباقا في سورة تبارك، هذوك طباقا ملي تيقول الله تعالى 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، على ما فسروا العلماء الأكثرية منهم أن هناك الأرض هي عندها 7 ديال لي كوش 7 طباقا، والوسط ديالها هو الحديد الصحيح، من بعدو الدايب، وانت طالع في داك الوشاح الى اخره تتنوصل للقشره ديال الليمونه اللي حنا عايشين فوق منها. هذا الحديد اللي ارسل الله سبحانه وتعالى الفضاء لم يعرفه الانسان الا منذ سنوات. الانسان القارئ تعجبه القران تيقول وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. قال جل المفسرين في الاول كانوا تيقولوا انزلنا يعني قدرنا، وهو هذا صحيح قدرنا، وما كان احد يتخيل في ذاك الوقت ما عندوش، لان شوف كل حاجه تجيب لها الله تعالى وقتها، وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدره،
لكل اجل كتاب. الحاجه اللي تنعرفوا اليوم ما كانوش يعرفوا واحد العام، والحاجه كاين واحد العدد المسائل ما تعرفوش اليوم، غادي يجيو يجيب الله علماء من بعد اللي غادي كل حاجه الله تعالى تعطيها لنا بمقدار. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض بشويه بشويه بشويه. وما كان احد يتخيل ان الانزال فعلي مادي ملموس جاء الارض. هذا الحديد حديد الارض يمثل ثلث ديال الوزن ديال الارض، يعني كله جاء من الخارج، وجاء كما قلنا ما جاش من الشمس، جاء من خارج الكون، جاء من النجوم. ولو كان ما كانش هذا التمركز، هذا الكونسونطراسيون هذا الارض في اللب، ما كانش الارض يمكن لها يكون عندها غلاف غازي هاد الاتموسفير. وكان ما كانش عندنا اللي يجبد ما يكونش عندنا الاتموسفير. بحال دابا الان القمره ما فيهاش اتموسفير، مارس ما فيهش اتموسفير. ولو لم يكن هناك غلاف غازي يعني اتموسفير، حتى الماء ما يكونش في الطريقه الجاريه اللي تنعرفوا وتتبخر ويعاود يرجع. اذا وكان ما كانش هاد الصنع، ما كانش يمكننا نعيشوا فوق هاد الارض، ما غادي يكونش فيها الظروف كافيه. فلو كان اللب يعني فلو كان اللب ديال الارض سائل، شنو كان غادي يوقع؟ هاد اللي نويه وخدكم هاد العظم ديال لافوكا اللي صحيح اللي هو في الارض، شنو كان غادي يوقع لو كان ما كانش صحيح؟ كان ما كانش صم، كان تيجي، عرفتي شنو غادي يوقع؟ القمره من الطبيعه ديالها تتجبد علينا، يعني تتجبدها كاين جاذبيه. تتجبد شنو تتصيب قبالتها؟ البحر، تتعبي لي ماغي، تتعبي داك المد والجزر. لو كان كان النويو ديال الارض حتى هو سائل، وكان راه القمره تتلعب بينا، وكان حنا جالسين وحنا طالعين هابطين، حتى حاجه ما تقدرش تتبقى واقف. يعني ما نتخيلوش ان وكان ما كانش القمره ما يكونش هاد الاستابيليتي. ولو كان ما كانش النويو صحيح ما يمكنش، وهذه حكمه الله سبحانه وتعالى. ولو كان ما كانش هاد اللب اللي من بعده حتى هو سائل، ما غادي يمكنناش يكون عندنا لو شومنيتيك اللي هو تيحمينا واحد العدد المسائل اللي هي تسفك بينا، اللي ما جي من لي غالاكسي، لي غيون غاما، لي غيون اكس، غيون الفا، ولي فون سولير، الرياح الشمسيه. ولو كان ما كانش الطبقه العلوى من الوشاح حتى هي شبه منصغره، لما تكونت السلاسل الجبليه، لان غادي نشوفوا اصبحت الارض مسطحه كلها في مستوى واحد، ما يمكنش اطلاقا تكون عندنا سطح الارض هذا في الجبال والسهول وواحد العدد المسائل. وبالتالي لن يكون هناك لا بحار ولا يابسه ولا حياه. فهذه الطبقه يعني تلعب واحد الدور هائل في تشكل الغلاف الصخري للارض الى مرتفعات ومنخفضات. ولله تعالى ايات في ذلك، يعني تنصب ان كاين واحد التوازن كبير بين المنخفضات والولاده اللي خارجين. فمثلا تنصبوا ليفغيست، لو مون ايفغيست، وهو اكبر جبل في على وجه الارض اللي موجود في مالايا، تيطلع تقريبا 90 كيلومتر. تنصبوا بجهه اخرى في الفلبين، تنصبوا ان البحر واحد الهوته فيها 11 كيلومتر ديال هذا، كاين واحد التوازن. وقشرة الأرض منها الثروات الأرضية وغذاء النبات ويعني غذاء الحيوان إلى آخره إلى آخره. كل طبقة من هذه الطبقات عندها واحد دور هام، وخلقت بتقدير محكم دقيق. والأرض هذه مهمة جدا، عندها غلاف غازي. بسم الله، الأرض عندها إين أتموسفير غلافي، تتكون من إيش؟ تتكون من الاكسجين ومن اللازوت. غالي عندنا 21% ديال الغاز كله الاكسجين، و 79% و 78% كلها ديال اللازوت. تيبقى 1% ديال هذاك واحد الغازات نادره بحال الكريبتون، الكسينون، لو نيون، لوزون، اكسيتيرا. وهذا الغلاف عنده دور اساسي فاش في تهيئ الارض لاستقبال الحياه، لانه بدونه شنو كان غادي يوقع عندنا؟ وكان ما كانش عندنا الاتموسفير، وكان ما كانش عندنا هاد الغلاف الغازي. عرفتي شنو غادي يوقع لنا؟ اولا سميتو الشمس
كانت غادي نبداو نشوفوها، ما نشوفوهاش بحال تجوها دابا، غتبان لنا بحال واحد ديسك، ان ديسك زرق فقط ولاصق فاش فواحد السماء كحله، لان الغلاف الغازي في الارض عنده جسيمات، عنده دي بارتيكول، عنده لا فابور دو اللي الشبشبي تضرب سو ديفيوز تتنتشر، وهذاك هو اللي تيجعلنا نشوفوا الضوء. وكون كنتي في القمره يلا الشمس الضوء يعني رحمتها فقط، اما هنا سبحان الله الشمس تعطي تضوي كل شيء اللي حداها باش بهذاك تشتت الضوء اللي ناتج على شنو كاين في هذا الاتموسفير. ولهذا تنشوفوا ذاك الضوء الساطع ديال الشمس في وسط النهار. وطلعتي دابا في الصاروخ ولا طلعتي بقيتي طالع طالع طالع، طلعتي 25 كيلومتر او 30 كيلومتر، اش غادي يوقع؟ غتصيب الظلام اللي ما تشوفش يديك، اذا اخرج يده لم يكد يراها، ولا شفتي الشمس غادي تشوفها بحال واحد ديسك، واحد القرص في صفحه سوداء. وهذا الغلاف الجوي تتجبدو الجاذبيه ديال الارض، لذا يعني لذلك تتركز غالبيه ماديه في 30 كيلومتر الاولى ديال الارض، تيجبد وهو تيطلع الالاف ديال الكيلومترات، ولكن اما فيه هي داك 30 كيلومتر الاولى وهو تيطلع كاع حتى للفضاء الكوني، ويقل الضغط فيه، انت تطلع والضغط تيطلق، وينقسم كذلك يعني الى عده كوش، حتى هو فيه بليزيو كوش متميزه، وكل الكوش عندها اهميه ديالها. هذا الغلاف الغازي اولا تيحمي الارض من أشعة الشمس الحارقة في النهار، وما تيسمحش إلا من بعض الأشعة اللي تدخل، هذا تيحميها من الشمس. وفي نفس الوقت هذيك الشمس اللي تجينا في النهار في الليل خصها تبرد الأرض، الأرض خصها تهبط 100 دوغري ولا 170 دوغري تحت الصفر في الليل، لا تيعمل المصيدة تيخلي داك السخونية اللي هبطت تتحب تعاود تهرب، تيحبسها لي فيت سيغ، يعني الاتموسفير الغاز كربوني تيجي ويحبسها، قول لاتينا غادي تبقى، اذا تيرد الحراره يخليها باش حنايا باش نتين ونتين وانا نبقاو في واحد الحراره يعني مقبوله. اذا الغلاف الجوي يحفظ الحراره لهذ الارض باش الحياه يمكن لها تكون، وبدونه غادي نعيشوا بحال عايش القمره، مستحيل. والقمر ليس له غلاف غازي، دابا واحد المشكل كبير في القمره اللي واجهوا العلماء ملي كانوا يصيفطوا، من حبوا يصيفطوا اول انسان فوق القمره، شنو المشكل في القمره؟ القمره ما عندهاش الغلاف الجوي، الا وقفتي نفرضوا انك استطعتي توقف فوق القمره، الجهه اللي عاطيه للشمس دابا انت اللي واقف، هاد جهه الشمس تعطي تطلع حرارة 100 دوغري فوق الزيرو، 100 دوغري بحال الماء تيغلي، الشمس تحرق، ولكن الظهر ديالك ما عندوش الشمس، عرفتي شحال فيه؟ 153 دوغري تحت الصفر، تتصيب هاد الجهة سخونة تتحرق، وهاد الجهة جامدة، كيف غدير؟ وهذا المشكل اللي طرحت له نازا اللي جات تصوب لي كومبينيزون داك الكسوة، كيفاش يصيبوا باش الى هذا 100 دوغري وهذا 153 كيفاش تبقى لنا 22 دوغري لداخل. فمن ايات الله في خلق الارض ان جعل لها هذا الغلاف الغازي التي يقيها من امور كثيره يعني اللي ما يمكنش الحياه تكون بلا بها. وهذا الغلاف تيحمي الارض كذلك من ملايين، هذا الشيء مهم جدا، عندنا بزاف ديال الكوش، كل كوش عندها الاهميه ديالها، ومنها تتعرف ان بدا تكون الكون، بداو تيتجمعوا التروفات ديال الحجر تيتجمعوا تيكونوا مثلا الارض، ولا تيكونوا ماشي جوبيتر مارس الى اخره، ولكن بقاو التروفات تيدوروا الى يومنا هذا، الملايين الملايين ديال الحجر تيدور حول الشمس، تنسميهم لي سانتيغ داستيرويد، يعني الصمتات ديال التروفات ديال الحجر، ومازال ما تكون ساعة ساعة إما تضربوا بعضياتهم وتجي وحدة على الأرض تبغي تحنا على مخنا، ولكن غير تدخل ذاك الطبقة العليا ذاك الإكزوسفير تدخل تتصيب الحكاك، واش تيوقع فيها؟ تتحرق تتولي عافية. ولهذا تنشوفوا في الليل تنقولوا لي زيتوال فيلاند،
النجوم عندها بحال العافية شاعلة، وهذوك الطراف ديال الحجر تيتحرقوا، الله تعالى يبروتيجينا منها، تيحمينا منها باش ما تطيحناش على مخنا. بعض المرات تجي وحدة بحال وحدة طاحت على يا ربي على السودان، فيها هي اللي وصل الأرض 90 طن، إذا شحال فيها هي كانت ما عرفتش شحال 300 ولا 400 طن، تحرق منها اللي تحرق وكذا، وعاد طاحت. وهادو تيتسموا دي ميتيوريت، ولا تيظهر لي نيازك نيازك. فإما إذا ما تحرقتش كلها في الإكزوسفير، تتحرق تتهبط غبرة، وهذيك الغبرة ما تنحسوش بها. هي دا فين تنسميو لي زيتوال فيلاند. اذا هاد لي كوش اتموسفيريك ولا الغلاف الجوي عنده واحد الاهميه جدا، وهاد الغلاف الغازي ديالنا ولا لا كوش اتموسفيريك اللي عندنا هو اللي فيه كذلك الرياح، لان الرياح عندها واحد الاهميه قصوى، تتمشي تقلب لنا على السخونيه في الخط الاستوائي اللي انا قريبه للشمس، وتتحرك بحال داك تتحرك طنجه اللي الفوق بارد واللي لتحت، تتخلط البارد مع السخون باش تعطينا حراره، باش نبقى دائما في واحد مستوى اللي تلائم الحياه ديالنا فيما يخص الحراره، الدرجه الحراريه. والطبق السفلي ديال دابا الاقل الحاجه اللي ادنى ما كاين في الكوش اتموسفيريك، كاين لا ستراتوسفير اللي تتمتد من 6 حتى 18 كيلومتر فوق سطح البحر، وجعل الله تعالى فيها سبحانه وتعالى خاصية ذاتية. شنو هي؟ هي أنك ما حدك تطلع والحرارة تتهبط، غير حتى نطلعوك في الطيارة تتكون مثلا تيقول لك البيلوت راكم 10 كيلومتر ديال الالتيتود، وأن الحرارة على برا 65 دوغري تحت الصفر، انت طالعه وانت تتقلال لا تومبيراتور تتقلال، وهذه حكمه ربانيه. علاش؟ لان وكان ما كانش هذا التبرد وما نصيبوش نقطه د الماء ما نشربوا على وجه هذه الارض. علاش؟ لان هذا التبرد تيجعل الماء اللي تيتبخر، يعني الشمس تشرق عليه الماء تيتبخر وتيطلع، تيطلع من البحار من المحيطات من العسائل اللي كاينه الى اخره، تيطلع بواحد كمية كبيرة 340 ألف كيلومتر مربع في السنة، وتيتجمع يتجمع يتجمع. فين تيتجمع؟ بالبرودية اللي تيصيب، تيطلع تيكون السحب وعاود يرجع لنا. والسماء ذات الرجع التي لولاها يعني ما عادش هذا الماء، وكان ما كانش السماء ذات الرجع وهاد البرودية ما غادي يهبط لناش عاود الماء ما عاودش نشوفه. ومن الغريب أننا نجد مباشرة، هذا هو الغريب، وان حدك حد التم وغير تتعدى هذا الشيء تتصيب واحد الطبقه اخرين اللي هما الحراره تتزاد، يعني حراره تتزاد بصفه مستمره. ولو كان هذه الصفه ديال هذوك لي كوش اللي الفوق هي ديال اللي لتحت، الماء غادي يطلع ويتبخر وما نصيبو شي ما نشربو، وغادي نصيبو في الطبقات. مجبد شي كاين واحد لاك كوش ديال لوزون، هاد لوزون اللي هو ما بين 25 حتى 30 كيلومتر يتركز فيه اكسيد الاكسجين، واش تيدير؟ هو غادي يبدا يمتص لنا لي زولترا فيولي، يعني الاشعه اللي فوق البنفسجيه اللي جايه بالشمس واللي تتسبب الحريق الجلد وتتسبب الكونسير ديال الجلد، تتسفى وما تتخلي يدوز الا الاحتياج الضروري للنباتات، لان النباتات ما يمكنناش نعيشو، ما يمكنناش نعيشو بلا بهم. معلاش عندنا سيدي لالا، عندنا حنا تنطلعو النفس ومحتاجين في الاكسجين ضروري، تنطلعو الاكسجين تنلوحو الديوكسيد دو كربون اللي هو سم، بحيث اللي جلسنا في شي طوموبيل وشدينا علينا الزاج وبقينا تنطلعو النفس ما نتعداوش يومين ثلاث ايام تنموتو. الارض سيفتها حتى هي، وكان ما كانش عندنا اللي يجددنا هذا الاكسجين، انت لا غادي تصف الاكسجين وانا غادي تصف الاكسجين، عندنا بعض الايام والله يجعل شي بركه ما بقى اكسجين، ما كاينش اللي يجيبولك. جا الله سبحانه وتعالى من الحكمه ديالو جعل النبات لي بلونت الشجر عندهم داك الوراق ديالهم تيسفوا الماء من تحت الجدوله ديالهم، وتيتحتاجوا
الغاز كربونيك اللي تنعطيو حنا السم تيشفوه، وبواسطه الاشعه الشمس داك لي زولتر فيولي تيضربوا تتوقع واحد العمليه كيماويه اللي تتحول داكشي للاكسجين، ولهذا كاين تبادل. حنا تنلوحوا الغاز كربونيك تتصفوا النبات، النبات تيلوح الاكسجين وهكذا، وكاين واحد الميزان. سبحان الله الذي اتقن كل شيء، سبحانه لا اله الا هو، لا يضل ربي ولا ينسى. وعندنا واحد طبقه من طبقات سميتها ليونوسفير، ليونوسفير او مشحونه بالكهرباء، عندها واحد دور مهم بطبيعه الحال. هذه 400 ولا 500 عام ما نعرفوش علاش، ولكن حنا الان تنحتاجوها في كل ما يخص الراديو والمواصلات التلفزيون، هي اللي عاملاها كتنضربوا بحال دابا حنا في الرباط وحبيت نديع على عند شي واحد في مدغاسكار، الارض مكوره ما عندي كيف ندير، خصني نضربها في ذاك لاكوش باش عاد ترجع. والسماء ذات الرجع، هدات الرجع، غادي نصيبوها تطلع البخار وتردو، غادي نصيبوها تجيب الموجات الراديو التلفزيون المواصلات تضرب تعاود تردها، وغادي نصيبوها ذات الرجع تمشي اخرى ملي تيجيو عندنا الاشعه تتعاود تردها. الله سبحانه وتعالى يعني قاد بشغله سبحانه وتعالى، وفيها جسيمات متسارعه يعني تمشي لي بارتيكول اللي ماشي ان اكسيليراسيون، وبهاد الشحن ديال الكهرباء تيمتصوا واحد العدد المسائل اللي ماجيه من الكون اللي غادي يضرنا. وفوق هادشي كله تنجيو حتى الارض كلها، وتيجيو تيتكونوا بواسطه الحقل المغناطيسي اللي تنأكد عليه بزاف كان ما كانش، تتكون واحد تسميو حزام فان الن، السنتور دو فان الن، اللي هما تياخذوا جميع الاشعه اللي ماجيه من جميع الكون، من الكون وخصوصا الرياح ديال الشمس اللي هي فتاكه فتاكه، وتيبعدوا علينا بحال شي واحد داز شي مضل، وداك الشيء تيجي مضل تيبعدوا علينا. وواحد القضيه مهمه جدا، هذه سنتور دو فون الن عندهم بحال الهلال، هما غلاط وقاق في الجناب، فين تيرقاقو؟ تيرقاقو فوق لي بول يعني فوق القطبان، وتيتكبلوا في وسط الشمس في وسط الارض. لهذا بما انهم رقاق عند لي بول تنشوفوا بعض المرات اضاءه الظل في الظلم تنشوفوا بحال النهار، تسمى لي زوغور يعني تسمى اضاءه الشمس بالنهار في ذاك لي بول. ومن المسائل اللي شويه اجتهاد ديال بعض العلماء، ان ملي تيقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، بعض المفسرين اللي مع الاسف يلاه ما عندهمش واحد الجانب علمي بداو تيقول لك لا ان القمره كانت حتى هي في الاول تضوي، هذا خاطئ، هذا ماشي سي با فغي. هنا اللي تيمكن تقبل في التفسير هو فعلا حنا تنشوفوا بالليل داك لي سنتور دو فانالن في لي بول تيشعل، تنعرفوا ان الارض في الاول ما كانش عندها هاد الغشاء في الطريقه اللي هو اليوم، كان قليل، وكان واحد الوقت الضوء تيضرب وتيشعل بحال الشمس في النهار، حتى الله تعالى كمل هاد لاكوش وردها غليظه وما بقيناش، فجعل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. سبحانه لا إله إلا هو. شو كاين آخر؟ يعني باش ندخل شوية، هاد لي كوش أتموسفيريك هما اللي تيسمحوا للماء باش يطلع وعاود يهبط، إذا هذا اللي يسمح للأرض يكون عندها غلاف مائي يبلغ التوسط، يعني عندنا الماء بزاف، عندنا البحار هبطت 4 كيلومتر ديال الغرق، وبعض الأحيان أكثر توصل 12 كيلومتر في المحلات. والغريب هو أن هذا الماء اللي عندنا تيطلع عاود يهبط، ولله الحمد اللي كاين محافظة عليه، كاين تيهبط باش تيشبع القشرة ديال الأرض اللي تحت، لأن عندنا السخونية لتحت وهنا واحد 3 كيلومتر ديال الغلط خصها باش تبرد، تيهبط الماء لقشرة الأرض
باش يسخرها. وتوزيع المياه هذه آية من آيات الله تعالى في خلق الأرض، يعني الكوكب ديالنا معروف بالكوكب الأزرق لأن على الماء اللي فيه، وما تنعرفوش شي كوكب من الكواكب الشمسية اللي تدور حول الشمس اللي عندها الماء بهذه الصفة. تنصيبوا واحد الآثار ديال الجليد، كاين مثلا في مارس كاين، ولكن ما كاينش الماء السائل بحال اللي عندنا هنا. وتقدر مياه الأرض 3.5 مليار ديال الكيلومتر المربع المكعب، متر كوب، أغلبها في البحار. الماء اللي موجود في الأرض 97.5% كله في البحار والمحيطات، وتتبقى 2% فاش في اليابسة، وغالبها فاش موجودة إما في لي بول على صورة جليد يعني تلج جامد، ولا في رؤوس الجبال. مخزون احتياطي تجعله الله سبحانه وتعالى يعني احتياطي للحياة على الأرض. وهذا المخلوق مخزون، المخزون المائي تيبلغ تقريبا 1.8% من ماء الأرض العذب، بينما لا يشكل المياه في الأنهار وفي المحيطات إلا 0.2% على وجه الأرض. والله سبحانه وتعالى يمن علينا بخزن هذا الماء وتخليه، وما أنتم له بخازنين، لأن باش تخزن هذا الماء تحتاج إلى غزارة كبيرة في الأمطار تؤدي إلى تبريد هذا الماء يعني لواحد الدرجة اللي شنو، لأن شنو تيوقع؟ تنهبطوا في الأرض كل 30 متر الحرارة تطلع بدرجة، وملي تنهبطوا تسخن بزاف، إلا ما كانش هذا الماء كثير ما يمكنلكش تخزن، ما يمكنلكش تخليه فيها. إذا باش تشبع الماء ولا بدا خاص يكون عندك واحد الغزوة ديال الماء. والمياه المخزونة في 8 متر العليا في الصخور ديال القشرة الأرضية تتمثل 30 مرة الضعف ديال اللي كاين عندنا الآن في الأنهار. هناك توازن في دورات المياه، يعني تلاحظوا أن البحر في سطوع البحار، تتعرف هذه واحد الخاصية هي مهمة جدا، البحر ديما تيتبخر ولكن البخار اللي تيطلع منه اكثر من الماء اللي تتهبط، ولكن في اليابسه العكس بالعكس، ولهذا الحمد لله تيبقى ديما عندنا الفائض، ويبقى الجليد اللي مشمت فوق الجبال واللي فوق لي بول تيبقى الله تعالى خبعونا رحمه من عنده. وحينما ينصهر هذا الجليد او الذبان، هذا الجليد هذا لا غلاس كيما فوندغ اللي مخبعه، احنا الحمد لله في امان الله، ولكن ماشي بعيد يدوب. وإلا دابوا هاد لي غلاسيي ولي زايسبرغ وهاد الشيء اللي فوق الجبال دابوا في دقة وحدة، البحر ديالنا يطلع ب 100 متر. وإلا عرفنا أن الكون، أن الناس كلهم اللي ساكنين نص ديال الكرة الأرضية ساكنين ماشي بعد على البحر، وطلع البحر ب 100 متر لا قدر الله، يعني هذيك التالية. ولكن كل شيء عن الله تعالى، كل شيء موزون، الله تعالى تيلطف بنا، خصنا غير نشكروه وغير نسبحوه. وهناك إلى هبطنا القشرة ديال الأرض تنصيبوها بحال داك، كنا صغار تطلعوا للسطح تنشوفوا الوالد الله يرحمه يديروا الغسول، داك الغسول تينشق كله الشقات، ما عرفتش علاش كله تينشق هكاك، لي كورس تيغيست لتحت كلها مشقوقة. وهاد الشقات ماشي فيهم جوج سنتيم ولا ثلاثة، يعني كاين اللي فيها المئات ديال الكيلومترات، وهذه من رحمة الله. علاش؟ لأن داك الضغط اللي كاين والسخونية اللي في الأرض ساعة ساعة خصها تنفجر، بحال داك كوكوت مينوت، إلا زولتي لها الصفارة بوشيتي الصفارة وخليتي على العافية راه تفرقع بحال القنبلة. كذلك ساعة ساعة داك الصفارة تتخلي داك الفائض يخرج، هادوك الشقات لي فاين تيخليو الضغط، ويعني الشبكة تتوصل بعض المرات حتى 70 150 كيلومتر تحت الأرض، ومن هاني تيدوزو البراكين وتنسميوهم، تيتسماو هاد لي فاين دي سوباب دو سيكوريتي، ما عرفتي ظهر لي باللغة العربية قمامة الأمن اللي تتساعد الأرض باش تنفس. هذا وهنا فاش تيقول الله تعالى والأرض ذات الصدع، يعني شنو هاد الصدع؟ هاد لي فاي، هاد الضربات اللي فيها صدع الأرض، يعني الله تعالى عملها لحكمة بالغة وباينة الآن تنعرفوها. ولولا هاد الصدوع
لانفجرت بحال تنفجر واحد القنبله ذريه. وهناك ملي تنفجر كاين واحد العدد طروف ديال لي غوش الملايير يعني ديال الثقل تيطيحوا على هذا وتيمشيو على ان كلش تيفلوطيو يعني تيبقاو عايمين على الارض يعني تتسمى الطف. كاين واحد لا لوا دو فلوتمون قاعد طف على وجه الارض وكل حاجه بواحد المقدار يعني خيالي. وهذا الشيء كله تيسمح لاش بداك السخونيه وداك الشيء ان لي كوش ملي تيجيو تحت القارات تيمشيو تحت البحار. تتعرف بحال دابا الا خديتي لا كوش ديال افريقيا مع ديال امريكا غادي يتلاقاو في روسيا اطلنطيك ولا مع اوروبا من دي تيتلاقاو اش تيوقع تيكونوا بحال داك العجينه ديال اللي غتعجلوا بها كبغزال تبداو تطلق 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 وتطلع تيطلعوا من هذيك الجبال. وهذيك الجبال فيها تيتسوداو داك لي بلاك تكتونيك ومع بعض المرات تيمشيو هكا وعاد تيطلعوا الجبال. وهاد الجبال عندهم واحد الدور قلنا قبيله بان من الدور اللي عندهم تيخزنوا لنا الثلج. ولكن شنو وقع ان هاد الجبال تتعوم على دي ماتيغ فيسكوز يعني على واحد الماء جاري فوق منه. والجبال ملي تشوفها مثلا الهيمالايا نقولوا 8000 كذا الكيلو نقول 9 كيلومتر الا هي 9 كيلومتر الفوق راها 140 كيلومتر لتحت. والجبال ديما تتسبح على واحد الماء اللي غليظ فيسكو. وصدق الله العظيم وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحب. وتقول الله تعالى والجبال أرساها متاعا لكم لأنعامكم. شتي وقعت لي بلاك تكتونيك إلا بقاو ما غادي يمكنناش نجلسو الزلازل غتكثر غادي يولي دائما تنحسو بالمشيو. جاب الله سبحانه وتعالى بما أن الجبال هابطة 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 شتي ديو تيتقبو بحال المسمار اللي تيقبض جوج ديال الخشبات هذاك الاوتاد تيقبط وتيقبطهم باش ما يبقاوش يمشيو ويجيو. وشو الله سبحانه وتعالى كيفاش في ذاك الوقت الله تعالى هذه 1400 عام قلنا النبي صلى الله عليه وسلم والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. وشنو المقصود ارسا قشرة الارض يعني يحيي عليها الانسان وباش. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال في واحد الحديث لما خلق الله الارض جعلها تميل فارساها بالجبال. شكون اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم هادشي؟ عمرو ما طلع على الجبل ولا لا. وانسان يعجبه الانسان في الله تعالى يعلم انه غادي يجي واحد الزمن فاش الانسان غادي يكتشف هاد الخاصيه. والقران تيصف لنا ذلك في ايات كثيره منها يعني كيف يمكن للجبال بالكتله القليله ديالها يعني تدخل بالنسبه للارض شتوزن الجبال دو فوا ريان هاد الجبال الكثير. اذا تتصلح لنا بحال البسامر بحال الاوتاد. وفي هذا يعني اللي غتقبض المحيطات دايوغ اللي شفنا غادي نصيبوا بعض المرات نجد غالبيه القارات عندها سلاسل جبليه قريبه للبحر بحال دابا اما تتكون من الشمال للجنوب بحال لي دوز امريك امريكيتان ولا من الغرب للشرق بحال اوروبا واسيا وافريقيا. هناك سلاسل جبليه تضبط هاد الصخور الكتليه في قيعة البحار فتؤدي الى ارسائها. ولولا يعني ذلك ما يمكنش الانسان ولا الحيوان يعيش على سطح هذه الارض. ومن الغريب ان العلم اكد على هذه الحركه في الالواح الارضيه اللي كانت في الماضي اللي كانت في الماضي اكثر من اللي اليوم وعاد تباطات. حنا غادي وهي تتقلال باش الحياه يمكن لها تستمر على هاد الحياه. سميتو الله سبحانه وتعالى في ايات عديده كيفاش الله سبحانه وتعالى وجبال ارساها الى اخره. تنظن باش ما نطولش بزاف هضرنا على ربط الالواح ببعضها ببعض على السطح الى اخره. هاد الجبال من الوظائف ديالها اذا تركز وتجعل الارض ستابل وعندها كذلك الفوق سميتو الوظيفه ديال الثلج
اللي تتخلي، والجبال بحال تمام بحال الايسبرغ. الايسبرغ هما داك الجبال ديال الماء اللي تيكون في البحر هكذاك، ولكن هما موجودين في الارض. وهذا كما قلنا الصدوع اللي تتمزق الغلاف، داك الشقاق اللي كاينه في الارض، الله يجزيها بخير، وحده عطاتني الكلمه، الشقاق تندفع يعني لهذا الحمام البركاني اللي توصل الدرجه بعض المرات 1000 دوغري، وتتسمح هذا الانفجار البحار باش تجي تتبعد وباش تجي تتسع وباش تجي تعمق. يعني مما تيوقع بهذا الشيء ان القاع ديال البحار تيشعل فيه العافيه. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى هذا اللي بشطار جيب الرحمن الرحيم، يعني البحر مسجور، يعني في سوره الطور الله تعالى غادي يدور البحر، يقسم سبحانه وتعالى بالبحر المسجور، ويعني المسجور في اللغه هو المتخذ نارا، يعني مشتعل نارا. ويتعجب الناس يعني كيفاش يمكن ان يكون في الاخره، يمكن هذا الشيء غير في الاخره، هذا في اذا البحار سجرت، هذه في الاخره في سوره الطور. اما البحار البحر المسجور هنا في الدنيا، فتعجبوا كيف يمكن النار والماء يتجمعوا في نفس الوقت في آن واحد. وحنا نعرفوا ان الماء تيدفي العافيه وان العافيه تتبخر الماء. هذه من الاعجاز ديال الله سبحانه وتعالى. من بعد الحرب العالميه الثانيه ملي بداو يهبطوا في قيع البحار بالغواصات الى اخره ويصيفطوا لي كاميرا، كانوا تيبحثوا على واحد العدد ديال الثروات وصابوا العافيه، والان تنشوفوها كوستوك حتى هو كان شافها، تنصفوا ان براكين شاعله العافيه، العافيه شاعله تحت البحر. وهنا قبل ما نكملوا، اذا كاين الله سبحانه وتعالى جعل هذه الارض تتحمينا لتحت، اعطانا باش يحمينا من المصائب اللي كاينه الضغط والعافيه اللي لتحت، واعطانا هاد لي كوش اتموسفيريك اللي تيعطيونا الاكسجين واللي تيسمحوا باش الحراره تبقى دائما في توازن، واعطانا هاد كل السماء ذات الرجع باش يجعلنا الشتاء تعاود تاح علينا، باش لي زوند راديو لي زوند ديال التلفزيون المواصلات يرجعوا لنا، باش المشاكل اللي تترجع الاشعه اللي تضربنا مع على برا تتعاود ترجع. يعني الله تعالى تيبين لنا القدره ديالو، عطانا لي سانتور دو فان الن، جعلنا اليونوسفير لوزون اللي تتبروفيتينا، جعل هاد الارض مطابقه تماما للانسان. فيما يخص الوزن اعطانا تماما الجاذبيه المثاليه، والا غنبقاو جالسين وكنا على جوبيتر ولا على شي بلانيت كثر من هادشي، خاص كل واحد يكون عنده قروه ديالو باش تهزو وباش تحطو، حنا تنهزو بلا ما تنديوها في هادشي. اعطانا تماما الاكسجين كيلفو اعطانا، وعطانا هاد الفوتوسينتيز ديال لي بلونت اللي تيمتصو لو غاز كربونيك وتيلوحو لنا الاكسجين، والعكس بالعكس. وواحد سميتو واحد الظاهره كذلك اللي ما تتنبهولهاش. بون بطبيعه الحال الان تصنتوا لي ما تسمعونيش، كنت معاكم في القاعه غتسمعوني بلا ما نصلح الميكرو. الان تسمعوا الحلق ديالي على طريق عندك الموجات الصوتيه تخرج من فمي تضرب في التليفون تتحول الى موجات ضوئيه تتمشي عندكم عاود تتحول بالعكس. اما كنت قبلتكم اش غادي يوقع؟ بلا راديو بلا والو، سبحان الله المناخ اللي حنا فيه كاين الهواء، وهاد الهواء عنده خصائص بحال الماء اللي ما تنشوفوش، بحيث الماء اللي عندك واحد لابيسين ولا واحد الضايا واحد لاك ساهت وطلقتي حجره تتشوف الامواج تتبدا. حتى دابا من دي تنهضر تنعصفت امواج اللي تتعبي هاد الهواء، وهاد الهواء ملي تيتهز تيمشي وتيدخل في الودن ديالك وتيهز لك واحد تامبون بحال واحد البندير صغير عندنا هنا في الودن ديالنا. كيفاش تنهز انا الحلق ديالي يتزنزل تيمشي يزنزل لك لو تامبون ديالك. هذاك البندير اللي عندنا في الجلده اللي في قاع الودن عندها واحد ثلاثة د العظيمات، قسما بالله اقسم بالله العظيم ان هي هاد الثلاثة د العظيمات بركة باش نشهد على عظمة الله. ما كاينش عاد اللي يبينوا لك ثلاثة د العظيمات، لو مارتو لونكلوم لو مارت داك الصغير لو سوري
تياخذوا داك البندير اللي تيعمل هكا وتينميو الصوت يعني فيزيكمون يعني ميكانيكمون باش غادي يمشيو يدخلوا في واحد بحال غلاله وهذاك الصوت غادي يهز واحد الشعيرات لي ستيل لي واحد لي ستيل وهذوك غادي يحولوا داك الدبدبات الى الضوء اللي غادي يمشيو للمخ باش تسمعني. وكان ما كانش هاد الهواء حيث كنت جالس معاكم في القمر وتنهضر معاكم هكا تشوفوا يلاه الشوارب ديالي تيتهزوا ما كاينش الصوت. اما هنا الله تعالى جعل كل حاجه ما يمكنش تعيا تقول لي صدفه فين غادي الصدفه. وتنحمد الله قبل ما نختم باش انا نطولت يعني اللي تتصيب تتصيب. تنحمد الله ان عينا ما نهضروا بعض المرات مع الموحدين مع الاوروبيين اللي ما تحبوش يامنوا جاب الله واحد جوج مهندسين فرنساويين يلاه كتبوا كتاب يلاه راه تيتشهر دابا مازال كاين بعض الكتابات انا تنقلب باش مازال بغيتو في الورق ما غادي يكون حتى السيمانه الجايه ان شاء الله ولكن راه ديجا في بي دي اف سميتو ديو لا سيونس اي ليبروف الله ديو العلم و الثوابت تيتوب على وجود الله. من بعد 400 عام ديال الالحاد من بعد 200 عام ديال الثوره الفرنسيه اللي اثرها تنكروا الوجود التام ديال الاله وتيقلبوا فاش يقبطوا الحاجه اللي ما فيهاش الاله بحال لا تيوري ديفوليسيون بحال سميتها العشوائي التطور العشوائي ديال داروين ويقولوا ان كل شيء صدفه. جاب الله اللي دابا تيبين تيبرهن انه مستحيل باش الكون يكون صدفه. ويكفي انا نطول شويش يكفي ان في الكون نهار فاش تخلق قلنا ربما في الحلقه اللي مضت كاين 20 ديال الثوابت اللي مريقلين ومنهم سكون ابي لا كونستانت كوسمولوجيك او الثابت كوسمولوجي اللي في 1.3 ديال العشرات الا غيرتي غير حرف داك اخر العشرات كانت 7 ديتيها 8 او ديتيها 6 اما الكون يتسحق على بعضه ولا ينفجر وما يكونش الحياه. ووصلوا انه من المستحيل ما يكونش هناك اله. يعني نشجعكم من عندكم الوقت باش تقراوا هذا الكتاب راه موجود الان الكترونيكمون غادي يوجد ان شاء الله السيمانه الجايه في الاوراق. ديو لا سيونس اي ليبروف سنريهم اياتنا في الافق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذا فلا بد يعني من وجود من موجد عظيم له من العلم وله من القدرة وله من حكمة ما مكنهم إبداع يعني هذا الكون لا يكفي وما كافيش باش بقاو نخبروا ونقولوا الكون كذا إلا هذا الشيء ما غادي يصلحناش حنا باش نعترفوا أن هناك واحد الخالق لأن العلم مهما تقدم ومهما كشف لنا عن حقائق مذهلة غادي يبقى جاف وناشف ما فيه فايدة إلا ما عرفناش بالعظمة ديال الخالق ديالنا وبالحكمة وراء كل إبداع. والعلم لابد وهذا الشيء اللي يعني الواحد تيتأسف علاش إنسان عالم اللي عارف هذا الشيء وما يآمنش العلم لابد خصو يوصل العبد لربه فاعلم أنه لا إله إلا الله. والموقنين يروا وراء هذا الخلق وجود خالق عظيم شهيدا بعلمه وحكمته وقدرته وحسن تدبيره فيزيدهم إيمانا على إيمان. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأصلي وأصلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.